أعزائي التلاميذ، تلاميذ سنة ثانية بالبكالوريا، أهلا ومرحبا بكم من جديد دائما مع سلسلة تصحيح الامتحانات الوطنية. موعدنا اليوم مع تصحيح الامتحان الوطني لمادة علوم الحياة والأرض مسلك العلوم الفيزيائية والخاص بالدورة الاشتراكية لسنة 2020. سنبدأ إذا بالتمرين الأول الخاص بمكون استرداد المعارف. كما اعتدتم في السنوات الأخيرة على أن التمرين يضم مجموعة من الأسئلة، أسئلة مختصرة، أسئلة عبارة عن تعريف أو أسئلة اختيار متعدد. سنبدأ أولا لدينا هنا تعريفين، تعريف دورة كريبس ثم تعريف الفوسفو أكرياتين. بالنسبة لدورة كريبس كما رأيتم على أنها مرحلة من مراحل ظاهرة التنفس الخلوي التي تنطلق بانحدار الجليكوز على مستوى الجبيلة الشفافة، ثم بعد ذلك حمض البيروفيك المنتج عن طريق انحدار الجليكوز يدخل إلى داخل الميتوكوندري حيث يتحول إلى أسيتيل كونزيم أ، ثم الأسيتيل كونزيم أ يندمج مع أحماض حلقة كريبس والتي يتم خلالها إزالة الكربون والهيدروجين، أي التفكيك التام للأسيتيل كونزيم أ. بالنسبة لدورة كريبس يمكن أن نقترح كتعريف على أنها مجموعة من التفاعلات التي تتم على مستوى الماتريس والتي يتم خلالها التفكيك الكلي لحمض البيروفيك أو للأسيتيل كونزيم أ. هنا بإمكانكم أن تستعملوا المعلومات التي تتوفرون عليها بالنسبة لدورة كريبس تقديم أو لتحديد تعريف مناسب لدورة كريبس. التعريف الثاني هو الفوسفو كرياتين. متى تعرفتم على المفهوم؟ خلال تحديد التفاعلات المسؤولة عن تجديد الطاقة بالنسبة للخلايا. بالنسبة للفوسفوكرياتين هو مكون أو مركب طاقي يوجد على مستوى العضلات يساهم في تركيب أتيبي بوجود أنزيم خاص يسمى الكرياتين كيناز. هذا الكرياتين كيناز فهو الذي يمكننا من تركيب أو من فسفرة الأتيبي انطلاقا من حلمات الفوسفوكرياتين. بالنسبة للسؤال الثاني، تمثل المخططات العضلية الآتية تسجيلات المحصل عليها نتيجة تعريض عضلة هيكلية لإهاجات فعالة. المطلوب هو تحديد الاسم المناسب لكل مخطط من المخططات العضلية المرقمة من 1 إلى 4. بالنسبة للدراسة الميكانيكية للتقلصات العضلية، كنتم تحللون مجموعة من المخططات العضلية التي تختلف حسب عدد الإهاجات وكذلك حسب لحظات تسليط هذه الإهاجات. مثلا بالنسبة لهذا المخطط العضلي هو مخطط عضلي نحصل عليه في حالة القيام بإهاجة واحدة، إذا الأمر يتعلق هنا باستجابة واحدة وهي عبارة عن رعشة عضلية تتكون من فترة الكمون، فترة التقلص، ثم فترة الارتخاء. في هذه الحالة كذلك الثانية نلاحظ أن هناك إهاجتان، هذه هي الإهاجة الأولى، هذه هي الإهاجة الثانية. بالنسبة للإهاجة الثانية تحدث خلال فترة الارتخاء من الإهاجة السابقة. نلاحظ أن لدينا هنا رعشتين عضليتين ملتحمتين، وبالنسبة لوسع الرعشة الثانية أكبر من وسع الثاني، لكننا يمكن أن نميز بين الرعشتين، لذلك نتحدث عن وجود التحام غير تام. هنا لدينا عدة إهاجات متتالية نحصل على أو تبقى العضلة في حالة تقلص، لكن نحصل على منبسطين متموج، فنقول أن الأمر يتعلق بكزاز غير تام عكس هذه الحالة الأخيرة حيث أنه نقوم بإهاجات ذات ترددات مرتفعة، بحيث أن كل إهاجة تحدث خلال فترة التقلص السابقة فتبقى العضلة متقلصة، كما أننا نحصل على منبسط مستقيم، لذلك نقول أن الأمر يتعلق بكزاز تام. إذا بالنسبة للتعريف هنا بعض التعريف المقترحة التي يمكن الاعتماد عليها كأجوبة بالنسبة لهذه التمارين. دورة كريبس مجموعة من التفاعلات تحدث على مستوى الماتريس يخضع خلالها حمض البيروفيك لهدم كلي مع تحرير ثنائي أكسيد الكربون واختزال نواقل الإلكترونات التي تنتقل من حالتها المؤكدة إلى حالتها المختزلة بالإضافة إلى تركيب ATP.
الفوسفوكرياتين هي جزيئة غنية بالطاقة تستعمل من طرف العضلة لتجديد الـ ATP، وذلك بتدخل أنزيم الكرياتين كيناز. باقي الأجوبة: بالنسبة للمخطط الأول يمثل رعشة عضلية، المخطط الثاني يمثل ارتحام تام لرعشتين عضليتين، المخطط الثالث يمثل مخطط خاص بكزة صغيرة تام، وأخيرا لدينا المخطط العضلي المحصل عليه أخيرا يمثل كزازا تاما. السؤال الأخير بالنسبة لهذا المكون: سيل كل ظاهرة بتفاعلها الإجمالي حسب الأزواج واحد والحروف المناسبة لها. لدينا هنا أربع تفاعلات: هناك انحلال الجليكوز، ثم دورة كريبس، ثم التخمر اللبني، بالإضافة إلى التخمر الكحولي. سنبدأ أولا مثلا بانحلال الجليكوز. نعلم أن انحلال الجليكوز هي مجموعة من التفاعلات تحدث على مستوى الجبلة الشفافة، وتمكننا من إنتاج جزيئتين من حمض البيروفيك بالإضافة إلى جزيئتين من ATP وجزيئتين من NADH+. يمكن أن أبحث في هذه التفاعلات على نواتج تضم جزيئتين من ATP جزيئتين من NADH+، بالإضافة إلى أن CH3CO-COH هو الحمض أو هو حمض البيروفيك. لذلك إذا بالنسبة للتفاعل الأول أو التفاعل الموجود في الحرف جيم هو تفاعل انحلال الجليكوز. ثم لدينا بالنسبة للتخمر اللبني والتخمر الكحولي، الاختلاف بينهما هو أن التخمر اللبني ينتج لنا مركبا عضويا غني بالطاقة هو الحمض اللبني دون طرح ثنائي أكسيد الكربون بالإضافة إلى جزيئتين من ATP، بينما التخمر الكحولي يعطينا كحول الإيثانول بالإضافة إلى جزيئتين من ATP وكذلك جزيئتين من ثنائي أكسيد الكربون. بالنسبة للتفاعل الأول والثاني فهما متشابهان، اختلاف فقط هنا تفاعل إزالة كربون، هنا غياب تفاعل إزالة كربون، هنا المركب هو الحمض اللبني. هذا التفاعل يمثل تفاعل التخمر اللبني، والتفاعل الأول هو يشبه التفاعل الثاني لكنه يحرر لنا ثنائي أكسيد الكربون بالإضافة إلى جزيئتين من ATP وكحول الإيثانول. إذا بالنسبة للتفاعل الأول يمثل تفاعل تخمر كحولي. بقي هنا تفاعلان، إذا بالأساس لدينا CH3CO-COH وهو حمض بيروفيك يتفاعل مع جزيئتين من ATP. بالنسبة لنا سنركز على باقي التفاعلين. هنا لدينا الأسيتيل كونزيم أ مع ثلاث نواقل مؤكسدة، ثلاث جزيئات من الماء FADJDP، سيعطينا هذه النواتج وهي نواتج حلقة كريبس، جزيئتين من ثنائي أكسيد الكربون، شق أسيتيل أو أقول شق أو كل الكونزيم أ، ثم ثلاث NADH+ نواقل مختزلة و FADH2 ناقل مختزل كذلك. إذا هذا أو هذه التفاعلات تمثل دورة كريبس. لذلك الأجوبة ستكتب على الشكل التالي: 1 جيم، 2 هاء، ثم 3 باء، وأخيرا باء ألف. بالنسبة للسؤال الرابع الخاص بالاختيار المتعدد: خلال التقلص العضلي يلاحظ على مستوى الساركومير تقصير. بالنسبة للساركومير هنا بالنسبة للشريط القاتم يبقى طوله ثابتا، لا يحدث تقصير له. الشريط الفاتح نعم يحدث له تقصير. خياطات الميوزين وخياطات الأكتين لا يحدث لها تقصير لأن طول الشريط داكن ما دام أنه يبقى ثابتا، فمعناه أن وكذلك تقصير في الشريط الفاتح والمنطقة أش، فتقلص العضلي ينتج عن انزلاق الخياطات فيما بينها وليس تقصيرا لهذه الخياطات. تتوفر رؤوس الميوزين على موقعين نوعيين، هناك موقع خاص بتثبيت الATP والموقع الثاني هو موقع خاص ب تثبيت الأكتين. إذا الجواب الأول هو الATP والأكتين.
بالنسبة للسؤال الثالث، تسمح السلسلة التنفسية بتركيب ATP نتيجة اختزال RH2 إلى R وثنائي الأكسجين إلى ماء. هنا ما وجب الإشارة إليه إلى أن على مستوى السلسلة التنفسية فإن نواقل الإلكترونات تتعرض للأكسدة، وبالتالي فالنواقل التي تتعرض للأكسدة هي النواقل المختزلة. إذن هنا لدينا أكسدة RH2 إلى R، وهذه الإلكترونات تنتقل إلى متقبلها الأخير أو النهائي وهو الأكسجين الذي يختزل إلى الماء. إذن أكسدة RH2 واختزال ثنائي الأكسجين إلى ماء. المعطى الأخير خلال التفسفر المؤكد ينتج عن انتقال الإلكترونات تراكم البروتونات داخل ماتريس الميتوكوندري. بالنسبة للبروتونات في هذه الحالة تتراكم على مستوى الحيز البي غشائي. تتدفق البروتونات نحو الماتريس عبر المركب الرابع. المركب الذي تتدفق عبره البروتونات عبر أو نحو الماتريس هي الكريات ذات شمراخ. بالنسبة للإلكترونات يتم انتقال الإلكترونات نحو الأكسجين عبر مركبات السلسلة التنفسية، بينما بالنسبة للمعطى الأخير تضخ مختلف مركبات السلسلة التنفسية البروتونات نحو الحيز البي غشائي الميتوكوندري. هناك بعض المركبات التي لا تقوم بهذه العملية، لذلك الجواب الصحيح هو جواب جيم. إذا بالنسبة للعبارة الأولى الجواب الصحيح هو باء شريط فاتح. العبارة الثانية لدينا بالنسبة للعبارة الثانية هناك خطأ هنا. بالنسبة للرؤوس الميوزين دائما هناك الـ ATP والأكتين. العبارة الصحيحة هي العبارة التي يوجد تحتها خط. ثم لدينا ثالثا اختزال، إذا بالنسبة هو دال. وأخيرا بالنسبة للسؤال الرابع والاقتراح الرابع هو جيم. ننتقل الآن إلى المكون الثاني الخاص بالاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني. ننتقل إلى التمرين الأول من هذا المكون، وهو تمرين خاص بالوحدة الأولى وهي استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة. نبدأ بمعطيات التمرين. أثناء التقلص العضلي يتم على مستوى العضلة الهيكلية المخططة تحويل الطاقة الكيميائية ATP إلى طاقة ميكانيكية، مما يتطلب تجديدا مستمرا للATP. للكشف عن ظروف عن شروط تركيب ATP وكيفية تجديدها على مستوى الخلايا العضلية، نقترح استثمار نتائج التجارب الآتية. التجربة الأولى أنجزت باستعمال عالق من ميتوكوندريات معزولة وضعت في وسط مشبع بثنائي الأكسجين وذو تركيز ذو pH قيمته 7.5. تقدم الوثيقة التالية ظروف ونتائج التجربة المنجزة. بالنسبة للمعطيات نعلم أن العضلات هي بنيات متخصصة في تحويل الطاقة الكيميائية على شكل ATP إلى طاقة ميكانيكية على شكل تقلص عضلي، وهذه العملية تحتاج دائما إلى تجديد ATP لتستمر أو ليستمر هذه التقلصات العضلية. بالنسبة للهدف من هذه المعطيات هو الكشف عن شروط ضرورية لتركيب ATP وكيفية تجديدها باستمرار على مستوى العضلات. بالنسبة لهذه المعطيات قلنا استعملت ميتوكوندريات معزولة. هذه الميتوكوندريات وضعت في وسط غني بثنائي الأكسجين، وذلك كذلك pH الخاص به قيمتها تساوي 7.5. بالنسبة للزمن T0 دائما يمثل بداية أو زمن بداية التجربة. في زمن T1 أضفنا إلى عالق الميتوكوندريات مادة الجليكوز. في زمن T2 أضفنا إلى الوسط حمض البيروفيك. هنا وجب الإشارة إلى أنه في نفس الوقت نتتبع بعد إضافة الجليكوز نتتبع تطور تركيز الATP وتركيز الأكسجين. هنا بعد إضافة الجليكوز مثلا نلاحظ أن تركيز الATP يبقى ثابتا، أي أنه ليس هناك إنتاج للATP. نفس الشيء هنا بعد إضافة الجليكوز
لا يتم أو لا يتغير تركيز الأكسجين، أي أنه ليس هناك استهلاك. بعد إضافة حمض البيروفيك نلاحظ أن هناك ارتفاع طفيف في تركيز الـ ATP، وبالموازاة هناك انخفاض في كمية الأكسجين أو تركيز الأكسجين، أي أن هناك استهلاك الأكسجين. ثم أخيرا بعد إضافة ATP نلاحظ أن هناك ارتفاع كبير في تركيز الـ ATP وانخفاض في تركيز الأكسجين بوجود هذه العناصر الأساسية لفسفرس الـ ATP وبالتالي تركيب الـ ATP. بعد إضافة السيانور ماذا نلاحظ؟ أن تركيز الـ ATP يتوقف، أي أن ليس هناك استهلاك أو ليس هناك إنتاج لكميات إضافية للـ ATP، كما أن استهلاك الأكسجين كذلك يستقر، وذلك نتيجة وجود هذه المادة التي تعتبر مادة كابحة لوظيفة أنظمة خاصة على مستوى السلسلة التنفسية، وبالتالي فهي توقف التفاعلات المسؤولة عن تركيب الـ ATP. هنا بالنسبة للمعطى سنحدد الشروط الضرورية لتركيب الـ ATP على مستوى الميتوكوندري. هنا متى تم إنتاج الـ ATP؟ ارتفاع تركيز الـ ATP مرتبط بوجود حمض بيروفيك، وكذلك بالأساس مرتبط بوجود الـ ATP أو ADP والـ PE. هذا ما يمكن تقريبا أن نبينه من خلال هذه المعطيات. بالنسبة للوثيقة الأولى بعد إضافة حمض بيروفيك أو البيروفات، هناك ارتفاع طفيف في إنتاج الـ ATP واستهلاك كبير كميات الأكسجين، كذلك إضافة ADP و PE يساهم في إنتاج كميات كبيرة من ATP، كذلك استهلاك الأكسجين العناصر الضرورية. فإنما بالنسبة للسيانور هنا بالنسبة للمعطى لدينا أنه باستغلال المعطيات يعني بالضرورة سنتطرق إلى التحليل، ثم في النهاية سنستنتج الشروط الضرورية لتركيب الـ ATP. هنا وجود حمض بيروفيك، لأننا بعد إضافة حمض بيروفيك ارتفع تركيز كل من الـ ATP وكذلك استهلاك الأكسجين، وتوفر الـ ADP و PE والأكسجين. كما أن هناك يمكن أن نضيف بعض الشروط الأخرى، أن التفاعلات تركيب الـ ATP فهي بالضرورة ستحتاج إلى عوامل محفزة، وهي أنظمة تقوم بتسريع هذه التفاعلات. بالنسبة للمعطى الموالي، التجربة الثانية خضعت ثلاث عضلات ضفدعة لتهييج كهربائي، وذلك في الظروف التجريبية الآتية. العضلة الأولى لم تخضع لأي معالجة، وبالتالي فهي تجربة شاهدة. العضلة الثانية تمت معالجتها بحمض اليودو أسيتيك، وهي مادة تكبح انحلال الجليكوز. هنا سنوقف تفاعلات انحلال الجليكوز، وهي تفاعلات تتدخل في ظاهرة التنفس وظاهرة التخمر. العضلة الثالثة خضعت لنفس المعالجة التي خضعت لها العضلة الثانية، مع إضافة مادة كابحة لأنزيم فوسفوكرياتين. معناه أنه بالإضافة إلى كبح انحلال الجليكوز قمنا كذلك بكبح تفاعلات حلمأة الفوسفوكرياتين، والذي يتم حلمأته بوجود أيضا يتفاعل بوجود أنزيم خاص يسمى الفوسفوكرياتين كيناز، يتفاعل مع الـ ADP يعطينا الكرياتين والـ ATP. معناه عندما سنقوم بكبح عمل أنظمة الفوسفوكرياتين كيناز سوف لن يتم تجديد الـ ATP عن طريق حلمأة الفوسفوكرياتين. بالنسبة لمعطيات الجدول، يمثل جدول وثيقة 3 استجابة العضلات الثلاث ونتائج قياس كمية الـ ATP والفوسفوكرياتين على مستوى العضلة. بالنسبة للعضلة الأولى نلاحظ أنها تتقلص لمدة 3 دقائق، فهي عضلة شاهدة. تركيز الـ ATP بها يبقى مستقرا، أي أن هناك جديد الـ ATP. ثم كمية الفوسفوكرياتين قبل وبعد التقلص تبقى ثابتة، أي أنه ليس هناك جديد الـ ATP عن طريق حلمات الفوسفوكرياتين. بالنسبة للعضلة الأولى، العضلة الثانية التي تمت معالجتها بمادة تكبح انحلال الجليكوز، بالتالي سوف لن يتم تجديد الـ ATP عن طريق ظاهرتي التنفس والتخمر. دائما نلاحظ أن هناك
استقرار في تركيز الاي تي بي معناه ان هناك تجديد للاي تي بي. من خلال معطيات هذه الحاله نلاحظ ان هناك انخفاض في تركيز الفوسفوكرياتين، مما يدل على ان العضله الثانيه تعتمد على مسلك حلمات الفوسفوكرياتين كمسلك استقلابي لانتاج الطاقه الضروريه لها او تجديد الاي تي بي. بالنسبة للعضلة الثالثة والتي كبحنا من خلالها تفاعلات التنفس والتخمر وكذلك تفاعل حلمات الفوسفوكرياتين، الكرياتين يبقى تركيزه ثابتا بينما الاي تي بي يتم استهلاكه الى ان يدعدم، فالعضلة تتقلص لبضع ثواني فقط. السؤال الاول يقول من خلال مقارنة وثيقتين 2 و3 قارن النتائج المحصل عليها بالنسبة لكل من العضلتين 2 و3 مع النتائج المحصل عليها بالنسبة للعضلة الأولى. سنقارن أولا قلنا العضلة الأولى مع الثانية، هنا بالنسبة للعضلة الأولى والعضلة الثانية، بالنسبة للعضلة الأولى تركيز أو الحالتين كمية الاي تي بي دائما تبقى ثابتة بالنسبة للعضلتين. العضلة الأولى تركيز الفوسفوكرياتين يبقى ثابتا بينما العضلة الثانية ينخفض تركيز الفوسفوكرياتين، أي أنه يستهلك لتجديد الاي تي بي. بالنسبة لمقارنة العضلة الثالثة مع العضلة الأولى نفس الشيء، حلم الفوسفوكرياتين يبقى تركيزه ثابتا و الاي تي بي لا يتم تجديده، اي انه هناك استهلاك للاي تي بي المتوفر على مستوى العضله ويتوقف التقلص العضلي بعد نفاذ كميات الاي تي بي الموجوده في العضلات. ده بالنسبه للمقارنه، فالعضله دائما تتقلص بالنسبه للحاله بالنسبه للعضلتين الاولى والثانيه. كمية الاي تي بي في العضلتين تقريبا تبقى ثابتة لأن هناك تجديد الاي تي بي بالنسبة للمعطيات سنستعملها في التفسير، وكمية الفوسفوكرياتين تنخفض في العضلة الثانية وتبقى ثابتة في العضلة الأولى. نفس الشيء بالنسبة للعضلة الثالثة مع العضلة الأولى، تركيز بالنسبة للتقلص العضلي هنا يتم لمدة 3 دقائق، لكن بالنسبة للعضلة الثالثة تقلص رهين بنفاذ كمية الاي تي بي. هنا بالنسبة للعضلة بضع ثواني بالنسبة للعضلة الثالثة و3 دقائق إذا خطأ هنا بالنسبة للعضلة الأولى، كما أن هناك نفاذ في كمية الاي تي بي بالنسبة للعضلة الثالثة وعدم تغير كميته في العضلة الأولى وعدم وجود مسالك أو لعدم وجود تفاعلات تجديد الاي تي بي. فكذلك لدينا كمية الفوسفوكرياتين في العضلتين الأولى والثالثة لا تتغير بعد التقلص. ثم نمر إلى السؤال ب وهو الذي سنفسر من خلاله النتائج المسجلة عند كل عضلة. بالنسبة للعضلة الثالثة كبح تفاعلات انحلال الجليكوز، يعني كبح تفاعلات التنفس والتخمر، وكذلك كبح حلمات الفوسفوكرياتين سيؤدي إلى توقيف كل المسالك المسؤولة عن تجديد الاي تي بي. بالتالي يتوقف تجديد الاي تي بي انطلاقا من تفكيك الفوسفوكرياتين والجليكوز، فتستهلك العضلة المخزون الخاص بها من الاي تي بي، فينفذ الاي تي بي ويتوقف التقلص العضلي. بالنسبة للعضلة الثانية تجديد الاي تي بي يتم عن طريق حلمات الفوسفوكرياتين. بالنسبة للتفاعلات الأساسية التي تتدخل في تجديد الاي تي بي على مستوى العضلة، هناك تفاعلات هدم الجليكوز، الهدم التام بوجود الأكسجين وهو التنفس، والهدم غير التام وهو التخمر والذي يحدث بغياب الأكسجين، وهناك تفاعلات تفكيك الفوسفوكرياتين، بالإضافة إلى وجود تفاعل آخر وهو تفاعل الاي تي بي مع الاي تي بي الذي يعطينا الاي تي بي زائد اي ام بي. بالنسبة لهذا التفاعل يحتاج إلى أنزيم خاص يسمى بالميوكيناز. هنا بالنسبة للمعطيات المتعرفة في البداية فقط هي معطيات إضافية لتفسير
التفاعلات أو لتفسير النتائج المسجلة بالنسبة للعضلتين. هنا العضلة التالية قلنا أنها تعتمد على مسلك الحلمات الفسفوكليات لجلد الأطب. نمر الآن إلى التمرين الثاني، والذي يهم الخبر الوراثي. بالنسبة للمعطيات، لدينا يشهد سرطان الرئة تزايدا مضطردا عبر العالم، وهو مرض ناتج عن ظهور خلايا سرطانية تؤدي إلى تشكل ورم رئوي يتحكم في تكاثر الخلايا الرئوية، أو بالنسبة للمعطيات يتحكم في تكاثر الخلايا الرئوية مورثة OGFR. تتموضع على مستوى الصبغي السابع عند الإنسان. لفهم أصل هذا المرض نقترح المعطيات الآتية. تقدم الوثيقة الأولى نتائج قياس سرعة تضاعف جزيئة الدي إن عند الخلايا العادية والخلايا السرطانية. بالنسبة لهذا المنحنى، دائما كنا نركز في تحليل المنحنيات على المتغير الموجود في محور الأرافيب، هنا الذي يمثل كمية الدي إن المركبة بالنسبة للخلايا السرطانية والخلايا العادية. ثم الشكل باء يمثل تعداد كل من الخلايا العادية والخلايا السرطانية بعد زرعها. إذا بعد زرع الخلايا السرطانية والخلايا العادية في وسطي زرعين في وسطي زرع، نقوم بقياس سرعة تكاثرها أو عددها والتي تدل على سرعة التكاثر. هنا مثلا نلاحظ أن عدد الخلايا يتزايد بسرعة، أو يتزايد عددها بشكل كبير مع مرور الساعات بالنسبة للخلايا السرطانية، وعدد الخلايا العادية يزداد لكن بوتيرة أقل مقارنة بالخلايا السرطانية، أي أن الخلايا السرطانية تتكاثر بسرعة. هنا بعض المعطيات التي يمكن أن نركز عليها. لدينا أن تكاثر الخلايا تتحكم فيها مورثة تسمى OGFR، وهذه المورثة تتموضع على مستوى الصبغي السابع عند الإنسان. السؤال يقول: باستثمارك لمعطيات الوثيقة الأولى، اقترح فرضية لتفسير ظهور سرطان الرئة عند الإنسان. دائما السرطانات وتكاثر الخلايا السرطانية هو ناتج عن تكاثر عشوائي للخلايا بفعل فقدانها للسيطرة على الانقسامات. وهنا يمكن أن نستغل ونستفيد من هذا المعطى أن تكاثر الخلايا الرئوية بالنسبة للخلايا الرئوية تستحكم فيه مورثة تسمى OGFR، والتي تتموضع على مستوى الصبغي السابع عند الإنسان. لذلك ففرضيتنا يمكن أن نستغل فيها هذه المعطيات، أي أن الفرضية قبل أن نستغل المعطيات، أن الفرضية أو أن هذا السرطان ناتج عن خلل يصيب هذه المورثة التي تتحكم في تكاثر الخلايا فتفقد الخلايا سيطرتها على تكاثر. بالنسبة لاستثمار المعطيات، سنقوم بتحليل الوثيقتين. أولا لدينا بالنسبة للشكل الأول، نلاحظ أن سرعة أو أن الدي إن الخلايا السرطانية يتم تركيبه بسرعة أكبر مقارنة بالخلايا العادية، وأن كمية الدي إن الخلايا السرطانية يرتفع أو يتم تركيبه بكمية أكبر مقارنة مع الخلايا العادية. بالنسبة للشكل باء، نلاحظ أن سرعة تكاثر الخلايا السرطانية كبيرة جدا مقارنة بتكاثر الخلايا العادية. بالنسبة للاستثمار، يمكن أن تكتبوا مقارنة مع الأنسجة السليمة، يلاحظ على مستوى الأنسجة السرطانية ارتفاع سرعة تضاعف الدي إن، كذلك تزايد عدد الخلايا مما يدل على تكاثرها السريع والعشوائي. في بالنسبة للفرضية، فهي تفسير لمشكلة ملاحظة. هنا يجب أن نفسر سبب وجود سرعة كبيرة في تكاثر الخلايا السرطانية مقارنة بالخلايا العادية. حينما نتحدث عن فرضية، فهي تفسير ممكن لمشكل علمي. كل تفسير يمكن أن يتناسب مع المعطيات المقدمة في الوثيقة.
الوثيقة يمكن أن نأخذها بالاعتبار، ودائما يجب بالنسبة للفرضية يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون خاطئة، لكننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار على أن الوثيقة أو الفرضية يجب أن نقوم بصياغتها بالانطلاق من معطيات التمرين. لا يمكن أن نعطي فرضية بعيدة عن معطيات الموجودة في التمرين، كأن نعطي فكرة لا علاقة لها بالخلايا السرطانية أو بتكاثر الخلايا أو بالخبر الوراثي. هنا يمكن أن نقول حدوث طفرة على مستوى البروتينات المتحكمة في الانقسامات غير المباشرة. هنا حينما نتحدث عن البروتينات المتحكمة في الانقسامات غير المباشرة، أتحكم عن البروتينات المسؤولة عن أو الناتجة عن تعبير هذه الموردة. أي فرضية قلت هنا منطقية سيتم قبولها. تقدم الوثيقة الثانية جزء من اللولب المنسوخ للمورثة أو جي اف ار عند شخص سليم وشخص مصاب بسرطان أضئة، وتمثل الوثيقة الثالثة مستخرجا من الرمز الوراثي. لدينا هنا اللولب المنسوخ، معناه أن هذا اللولب الذي سيتعرض لعملية النسخ بتدخل أنزيم ار ان بولي ميراز، بحيث أن الآير ميساجي يكون متكاملا مع هذا اللولب المنسوخ. هذا اللولب المنسوخ أو جزء من اللولب المنسوخ عند شخص سليم وبالنسبة خاص بهذه الموردة، واللولب الثاني يقدم أو الوثيقة الثانية تقدم اللولب المنسوخ بالنسبة لهذه الموردة أو جي اف ار عند شخص مصاب بمرض سرطان الرئة. السؤال يقول أعطي متتاليات آر المساجي ومتتاليات الأحماض الأمينية المقابلة لجزء مورثة عند كل شخص سليم وشخص مصاب. بالنسبة لهذا السؤال أصبح سهلا بالنسبة لمعظم التلاميذ. دائما نحاول أن نعطي النكليوتيدات المكملة، أي أننا نقوم بعملية النسخ وكأننا نقوم بدور ار ان بوليميراز، نصير نحن هم المكونات الاساسيه لهذا الانزيم او هذا المركب الانزيمي. ثم السؤال ب يقول تحقق من الفرضيه المقترحه في اجابتك على السؤال الاول محددا الاصل الوراثي للمرض. بالنسبه للمتتاليات لدينا مكمل ثلاثيه سي 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 على مستوى اللولب المنسوخ هي جي 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 على مستوى الميساجي. بنفس الطريقة سنعطي متتاليات النكليوتيدات على مستوى الار ان ميساجي، ثم سنستعمل مستخرج الرمز الوراثي لتحديد متتاليات الأحماض الأمينية، حينما سنصل إلى الثلاثية الرابعة نجدها هي يو اي جي، وهي وحدة رمزية بدون معنى تحول دون تركيب أو تتم تركيب بروتين. هنا يتوقف تركيب بروتين في هذه الحالة. إذا في هذه الحالة نتحدث عن جزء من المورثة العادية. في الحالات العادية يجب أن يتوقف تركيب البروتين عند الحمض الأميني وهو الأرجينين. يجب أن تتكون أو يجب أن يتوقف تركيب بروتين هنا في الحالات العادية. ننتقل إلى الحالة الثانية بالنسبة للشخص المريض. لدينا ثلاثيات الوحدات الرمزية الار ان ميساجي، ولدينا هنا الأحماض الأمينية المناسبة لكل ثلاثية. لم تتوقف عملية النسخ أو عملية أقول الترجمة في هذه الثلاثية. لماذا؟ لأنها لم تعد وحدة رمزية بدون معنى، وإنما تغيرت إلى وحدة رمزية رامزة للحمض الأميني وهو الإيزولوسين بالنسبة لهذه الطفرة، خلافا لما تعودتم عليه في الحالات الأخرى أنه يتم تركيب بروتين ناقص. البروتين الناقص يكون بروتين غير وظيفي. هنا البروتين غير الوظيفي هو البروتين الذي أضاف إلى أحماضه الأمينية أحماضا أمينية غير متوفرة وغير موجودة في اللولب الأصلي. لذلك يجب التأقلم مع معطيات التمرين وفهمها وفهم عملية النسخ والترجمة على اعتبار أنهما مرحلتين تمكنان من تعبير الخبر الوراثي، معناه من إنتاج بروتينات ضرورية
ضمان عمليات سينا الإحيائية والتفاعلات الضرورية في الجسم مرتبطة بهذه المواد. كل الطفرات التي يمكن أن تصيب هذه المواد فإنها من طبيعة الحال تؤثر على مضى على بروتيناتنا، وبالتالي تؤثر على صفاتنا الوراثية. بالنسبة لهذه الحالة لدينا الطفرة، هي طفرة إضافة للنيكليوتيد في نهاية الثلاثية رقم 3. لأن تمت إضافة هذا النيكليوتيد إلى الوحد إلى اللولب المنسوخ، ونتج عنه تغير تام في كل الثلاثيات الأخرى. حينما تدرسون طفرات الإضافة يمكن أن تلاحظوا أن طفرات الإضافة يمكن أن لا يكون تأثيرها ملاحظا في حالة الطفرات الصامتة، لكن بالنسبة لطفرات الإضافة فهي تؤثر على ترتيب كل النيكليوتيدات، وبالتالي تغير تقريبا كل الوحدات الرمزية. هذا الأمر ينتج عنه تغير في الوحدات الرمزية الغير مسيجي ابتداء من الوحدة الرمزية الثالثة، بالتالي ظهور وحدة رمزية بدون معنى في الموقع السابع عوض ظهورها في الموقع الرابع بالنسبة للحالة العادية. فأنا هنا في هذه الحالة يتم تركيب متتالية أحماض أمينية طويلة، وهذه الحالة تعطينا بروتينا غير وظيفي لا يقوم بالتحكم في الانقسامات الخلوية، فتكاثر الخلايا يكون عشوائيا ويعطينا ورما على مستوى الرئة. فنتحدث عن الإصابة بالسرطان، وهذا ما اقترحناه سابقا، فرضيتنا أصبحت صحيحة. ننتقل الآن إلى التمرين الثالث، وهو تمرين خاص بالقوانين الإحصائية. معطيات التمرين لدينا في إطار دراسة كيفية انتقال صفتين وراثيتين لون وشكل التويج عند نبات أنف العجل. أنجزت التزاوجات الآتية: التزاوج الأول بين سلالتين نقيتين من نبات أنف العجل، إحداهما ذات تويج أبيض وغير منتظم، والثانية ذات تويج أحمر متماثل محوريا. هذا التزاوج أعطى جيلان اف واحد جميع أفراده بتويج وردي وغير منتظم. بالنسبة للصفة الأولى تويج وردي، أو المظهر الخاص بالصفة الأولى تويج وردي، هو مظهر وسيط بين التويج الأبيض والتويج الأحمر. لذلك فالتويج الأبيض بالنسبة هناك تساوي السيادة بين التويج الأبيض والتويج الأحمر. فالرموز التي سنستعملها هنا لدينا R و بوتيتر بالنسبة للحالي المسؤول عن اللون الأحمر، و B أو بوتي B بالنسبة للحالي المسؤول عن اللون الأبيض. هناك تساوي السيادة، لذلك سنرمز بحرفين كبيرين. هنا لدينا بوتي بي أو غون بي، وهنا لدينا غون تير. ثم بالنسبة للصفة الثانية لدينا شكل غير منتظم سائد، و ثاني متمثل محوريا متنحي. فالرموز لدينا شكل توي، سنرمز بغلونتا أو بوتي أ. إذا غير منتظم هو السائد، سنرمز له بغلونتا، ومتماثل محوريا سنرمز له ببوتيتا. التزاوج الثاني بين أفراد الجيل اف واحد فيما بينها أعطى هذا التزاوج جيلا اف اثنان مكونا من 94 نبتة بتويج وردي غير منتظم، 39 نبتة بتويج أحمر غير منتظم، 45 تويجا نبتة 45 نبتة بتويج أبيض غير منتظم. هنا عدد المظاهر الخارجية الملاحظة هي 6 مظاهر خارجية. بالنسبة لكم أول ما تبحثون عنه حينما ترون تزاوج أفراد إف أم فيما بينهم بالنسبة لحالة
في الحالة الهجونة الثنائية، فإنكم تبحثون عن نسب 9 من 9 على 16، 3 على 16، 3 على 16، 1 على 16، لتحددوا ما إذا كانت مورثة مستقلة. لكنكم الآن ستصطدمون مع حالة مختلفة قليلا، هي تقريبا حالة شبيهة، لكن سأريكم الآن طريقة سهلة لتحددوا من خلالها هل الأمر يتعلق بمورثتين مستقلتين أم مرتبطتين، ولماذا لا يمكن أن نطبق هنا حالة 9 على 16، 3 على 16، 3 على 16، 1 على 16 بكل بساطة، لأن هذه الحالة أو الحالة تنطبق فقط على حالة من معينة، سأعود إليها بعد أن أقدم الاستنتاجات. أولا الاستنتاجات كما هي العادة، التزوج الأول استنتاجاته واضحة، لدينا تحقق القانون الأول لمندل، أي أن الأبوين من سلالتين نقيتين، كذلك الوراثة غير مرتبطة بالجنس، لأنه في حالة استثناء القانون الأول لمندل نتحدث عن مورثة مرتبطة بالجنس. أفراد الجيل F1 لهم مظهر أبوي بالنسبة لصفة شكل التويج، ومظهر وسيط بالنسبة لصفة لون التويج، معناه أن سيادة ما الحالي المسؤول عن الشكل غير منتظم مقارنة بالحالي المتنحي المسؤول عن التويج متماثل محوريا، وتساوي السيادة بين الحالين المسؤول عن اللون الأحمر للتويج والحال المسؤول عن اللون الأحمر. هنا سأعطيكم تلك المعطيات. لماذا نتحدث على 9 على 16، 3 على 16، 3 على 16، 1 على 16 في حالة تزوج؟ سأعود بكم إلى حالة تزوج بين فردين هجينين، في حالة سيادة تامة نحصل على في الجيل الثاني على ماذا؟ حالة تزوج F1 مع F1 نحصل على 3 على 4 أو 75% من الأفراد بمظهر سائد، و25% من الأفراد بالمظهر المتنحي. نفس الشيء مادام أن الأمر هنا يتعلق بصفتين، سأقوم بوضع 3 على 4، 1 على 4، وسأقوم بنشر العمليتين. لدي 3 على 4 في 3 على 4 هي 9 على 16، ثم لدي 1 على 4 في أو 3 على 4 في 1 على 4 هي 3 على 16، ثم لدي 1 على 4 في 1 على 4 أو في 3 على 4 هي 3 على 16، وأخيرا 1 على 4، 1 على 4 هي 1 على 16. لكن هنا ألاحظ قيم أخرى مختلفة، ليس لدي فقط 4 مظاهر وإنما لدي 6 مظاهر. هنا لماذا؟ لأن الصفة هنا لدي هنا حالة سيادة تامة، حالة سيادة تامة، لكن هنا أرى هناك تساوي السيادة فيما يخص صفة لون التويج. لذلك سأغير هذه العمليات، سأضع 3 على 4، 1 على 4، وهي نتائج F2 في حالة السيادة التامة، ثم سأضع النسب المحصل عليها في F2 في حالة تساوي السيادة، هي 2 على 4 المظهر الوسيط، 1 على 4 المظهر الأبوي الأول، 1 على 4 المظهر الأبوي الثاني. لذلك ستصير 3 على 4 في 2 على 4 هي 6 على 16، 3 على 4 في 1 على 4 هي 3 على 16، ثم 3 على 16، 1 2 هي 2 على 16، ثم 1 على 16، 1 على 16، في النهاية سأحصل على هذه المظاهر. إذا كانت لديكم مورثة فيها تساوي السيادة ومورثة بها سيادة تامة، لنقول أن المورثتين مستقلتين يجب أن يعطينا تزوج إف مع إف هذه القيم: 6 على 16، 3 على 16، 3 على 16، 2 على 16، 1 على 16، و1 على 16. هنا لدينا 94 هي التي تمثل 3 من 16، ثم لدينا 45 و39 هما اللذان يمثلان 3 على 16 و3 على 16، ثم لدينا 28
تمثل 2 من 16. لدينا 15 و13 المتبقيتين، هما اللتان تمثلان 1 على 16 و1 على 16. هكذا نكون قد إذا بينا أن هذه القيم هي نفسها الموجودة هنا، نكون قد توصلنا إلى أن المورثتين مستقلتين، وهذا ما سأعود لتحديده. هنا سأقوم بحساب هذه القيم، 94 على المجموع وهي 234 ستعطينا 40%، وهي تقريبا 6 على 16. ثم المظهر الثاني 3 على 16، 3 على 16، 2 من 16، وهكذا. هذه النسب، هذه القيم تتناسب مع النسب، وتلف المورثتين مستقلتين. لذلك ما تبقى من معطيات التمرين هو أو هي عملية سهلة. سبق وأن قلنا أن هناك تساوي السيادة بين الأفراد بمظهرين أو الحاللات المسؤولة عن لون الأزهار أو لون التويج، وهناك سيادة تامة فيما يخص الصفة الثانية. لذلك فالمطلوب في السؤال الثاني أن نعطي تفسير صبغي لنتائج التزوج الثاني، وهو تزوج بين فردين هجينين FA مع FA بالنسبة للفردين الهجينين. هنا لدينا أفراد بتويج وردي، تويج وردي، إذن هناك تساوي السيادة، سيكون المظهر هو BR أو RB بالنسبة للمظهر الثاني وهو غير منتظم، سيكون جرونتا لكنه مختلف الاقتران. يعني هنا لدينا اغ بي او بي ار، تويج وردي وغير منتظم، وغير منتظم بالنسبه للنمط الوراثي سيكون مختلف الاقتران. اذا هنا لدينا اغ بي، يعني ان الفرد يحتوي او يتوفر على حاليلين، الحال المسؤول عن اللون الاحمر والحال المسؤول عن اللون الابيض، واعطانا وأعطيا مظهرا ورديا. بالنسبة للشكل المنتظم أو الشكل غير المنتظم، فهذا الفرد يتوفر على حاليلين، حاليل مسؤول عن الشكل غير المنتظم سائد، وحاليل مسؤول عن الشكل المتماثل محوريا وهو حليل متنحي. هنا بالنسبة للفرد الثاني نفس يحمل نفس النمط الوراثي. الأمشاج هنا لدينا المورثتان المستقلتان، لذلك هناك استقلال يفترق الحليلات، أي أن قانون الثالث لمندل سوف يتحقق. فرد هجين، فرد بالنسبة للفرد الهجين في حالة السيادة أو في حالة المورثات في حالة الهجونة الثنائية سيعطينا 4 أمشاج، كل فرد من الفردين سيعطي 4 أنواع من الأمشاج، R A R بوتيتا ثم B A و B بوتيتا. هذه هي الأمشاج بنسب 25 25 25 25. الفرد الثاني بنفس الطريقة سيعطينا 4 أنواع من الأمشاج. لذلك فاحتمالات الأخصاب ستكون كبيرة جدا. الفرد الأول يعطينا 4 أنواع من الأمشاج سنمثلها هنا، ثم الفرد الثاني سيعطينا 4 أمشاج أخرى سنمثلها في الجانب الآخر، ثم سنقوم بتحديد مختلف احتمالات الأخصاب وتحديد المظاهر الخارجية المحصل عليها والتي ستتناسب في النهاية مع النسب التجريبية. لذلك سنقول أن هناك تطابق في النسب النظرية والنسب التجريبية. مثلا RBA لدينا هي 6 على 16، RBA 1 هذا هو المظهر الثاني، ثم لدينا 3 4 5 وأخيرا 6 6 من 16. بنفس الطريقة سنحدد جميع المظاهر الخارج. بالنسبة لآخر جزء من السؤال أو التمرين، يرغب مزارع في الحصول على أكبر نسبة ممكنة من نباتات أنف العشب بتويج وردي متماثل محوريا، ويتردد في الاختيار بين التزوج الأتيين، أولا بين نباتات بتويج وردي متماثل محوريا فيما بينها ونباتات بتويج أحمر متماثل محوريا. دائما بالنسبة لصفة التماثل المحوري يعني أنها نفس الصفة لن تتأثر سواء اختار التزوج الأول أو التزوج الثاني، ما تبقى هو التويج الوردي وهو الممثل بحليلين متساويي السيادة.
لذلك ليحصل على أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأفراد يجب أن يقوم بتزاوج بين نباتات تنتج أسواج أحمر، لأن سلالة نقية سوف تعطي فقط الأمجاج التي تحتوي على الحليب الأحمر، ثم الأفراد الثانيين بمظهر بتوج أبيض وتعطينا فقط R. دائما التحام الأمجاج سيتم بين جي و R وسيعطينا دائما جي R وأصغيرة، أي أنه سيعطينا جميع النباتات كلها بتوج وردي متماثل محوريا. ويمكن أن تعززوا إجابتكم بشبكة بسيطة للتزاوج، ستكون بمثابة تعليل للإجابة. ننتقل الآن إلى التمرين الأخير والتمرين الرابع، وهو تمرين خاص بالوحدة الثالثة، وهي استعمال المواد العضوية وغير العضوية أو التلوثات الناتجة عن استعمال المواد العضوية وغير العضوية. بالنسبة للمعطيات لدينا يتواجد الأوزون O3 في الغلاف الجوي للأرض بكميات محدودة، تلعب هذه الجزيئة دورا أساسيا في امتصاص الأشعة الشمسية فوق البنفسجية المضرة بالكائنات الحية. في أوائل الثمانينات لوحظ انخفاض في الكمية الإجمالية للأوزون، وهو ما أطلق عليه اسم ثقب الأوزون، وهو فقط انخفاض في سمك طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي. لإبراز أسباب هذا الانخفاض نقترح دراسة المعطيات الآتية. تقدم الوثيقة الأولى تمثيلا مبسطا لتفاعلات تشكل وتدمير الأوزون في ستراتوسفير بالنسبة للطبقة التي يتواجد على مستواها الأوزون في الغلاف الجوي. تقدم الوثيقة الثانية توزيع العمودي للأوزون في ستراتوسفير وتغير الضغط الجوي. سنعود إلى الوثيقة الثانية. بالنسبة للتفاعلات لدينا تفاعلات تشكل أوزون، هنا لدينا الأوزون أو ثنائي الأكسجين يمتص الأشعة فوق البنفسجية يتحول إلى ذرتين من الأكسجين. كل ذرة من الأكسجين تتفاعل مع ثنائي الأكسجين وتعطينا الأوزون. نتحدث هنا عن تفاعلات تشكل الأوزون. التفاعلات الثانية هي تفاعلات مدمرة أو تفكك الأوزون، بحيث أن الأوزون يتفاعل مع الأشعة فوق البنفسجية ويعطينا الأكسجين و ذرة الأكسجين وثنائي الأكسجين، كما أن الأوزون كذلك يتفاعل مع مع الأكسجين ويعطينا جزيئتين من ثنائي الأكسجين. بالنسبة للملحوظة هنا يرتبط تفاعل السائد تشكل أو تدمير الأوزون على مستوى الستراتوسفير بقيمة الضغط الجوي. إذا قيمة الضغط الجوي هي التي ستحدد ما هي التفاعلات السائدة، هل هي تفاعلات تشكل أوزون أم تفاعلات تدمير الأوزون. وهنا وجب الإشارة إلى أن التفاعلات تتم بصفة عادية في ستراتوسفير، هناك تدمير وتفكيك للأوزون وتشكيله من جديد، هي تفاعلات تحدث بكيفية مستمرة. لكن التلوثات التي ينتجها الإنسان خاصة التي تحرر لنا غاز الكلور أو مركبات CFC في الغلاف الجوي ساهمت في شكل كبير في تفاقم أو في تفكيك هذا الغاز الضروري للغلاف الجوي. هنا لدينا المعطيات التي تمثل تغير. بالنسبة للمعطيات لدينا تقدم الوثيقة الثانية توزيع العمودي الأوزون في ستراتوسفير، والوثيقة الثانية تمثل تغير الضغط الجوي حسب بالهكتوباسكال حسب الارتفاع بالنسبة على سطح الأرض. هنا لدينا مثلا بين 20 وتقريبا 50 كيلومتر من سطح الأرض، فهذه هي قيم الضغط الجوي التي تتناسب مع كل ارتفاع. السؤال الأول يقول باستغلالك للوثيقتين الأولى والثانية، الوثيقة الأولى لاحظنا فيها تفاعلات تفكيك وتركيب الأوزون، الوثيقة الثانية تمثل قلنا التركيز أو تغير تركيز الأوزون بدلالة الارتفاع وكذلك تغير
الضغط الجوي بدلالة الارتفاع. السؤال الأول هو سؤال سهل، يطلب منا فقط وصف التوزيع العمودي للأوزون في ستراتوسفير. سنبدأ بهذا السؤال. في ستراتوسفير نلاحظ هنا على ارتفاع تقريبا بالنسبة لهذا الارتفاع هو 10 كيلومترات، يكون تركيز الأوزون منخفضا. حينما نرتفع في الغلاف الجوي، خاصة حينما نصل إلى طبقة ستراتوسفير، لاحظوا معي مع زيادة في الارتفاع تركيز الأوزون يرتفع ويصل إلى أقصى قيمه في هذا الارتفاع الذي يتناسب مع حوالي 35 كيلومترا، ثم يستمر هذا التركيز في قيم مرتفعة. ثم حينما نتجاوز كذلك ارتفاع 50 كيلومتر ينخفض تركيز الأوزون في الغلاف الجوي بالنسبة لهذا الوصف. إذا يرتفع تركيز الأوزون في الستراتوسفير مع زيادة تدريجية عن سطح الأرض ليبلغ أقصاه وهي حوالي 8 بارتيكل بار مليون في ارتفاع يقارب 35 كيلومترا. ثم بعد تجاوز ارتفاع 35 كيلومترا ينخفض تركيز الأوزون في الستراتوسفير تدريجيا ليعود إلى القيم البدئية التي كانت قيم منخفضة، وهذه القيم يصلها في حوالي ارتفاع يقدر ب50 كيلومتر. بالنسبة للسؤال الثاني، يطلب منا أن نربط العلاقة بين تغير توزيع الأوزون والضغط الجوي في الستراتوسفير مبرزا التفاعلات السائدة. إذا هنا سأعود إلى نفس المعطى، بالنسبة لتركيز الأوزون كان مرتفعا في أين؟ في ارتفاع يقدر ب35 كيلو متر. سأعود إلى هذا المنحنى الذي يمثل تغير قيم الضغط الجوي بتغير الارتفاع. الأوزون يوجد بكميات كبيرة في الارتفاع يقدر ب35 كيلومتر. هذا الارتفاع هو 35 كيلومتر، فإن قيمة الضغط الجوي به تقدر بكم؟ ب7 هكتو باسكال. إذا حينما يكون هذا التركيز، ما دام أن الأمر هنا أن كمية الأوزون مرتفعة جدا، كمية الأوزون هنا مرتفعة، أو الضغط الجوي الذي يساهم في حدوث تفاعلات تشكل الأوزون هو هذا الضغط الجوي، هو 7 هكتو باسكال. حينما يزداد الارتفاع ماذا يحدث؟ ينخفض. إذا مثلا دخلنا هنا ارتفاع 50 كيلومترا، ماذا يحدث؟ 50 كيلومترا. حينما يرتفع أو يزداد الارتفاع ماذا يحدث للضغط الجوي؟ ينخفض. بالتالي حينما ينخفض الضغط الجوي تزداد أو يتم تحفيز تفاعلات تفكيك الأوزون. هذا هو الجواب بكل بساطة. يرتبط ارتفاع تركيز الأوزون بدلالة الارتفاع في الستراتوسفير الذي يقل عن 35 كيلومتر أو 35 كيلومتر مثلا بقيم ضغط جوي تفوق 7 هكتو باسكال، بالتالي زيادة تفاعلات تشكل الأوزون الممثلة في الوثيقة الأولى. بالنسبة لانخفاض تركيز الأوزون بدلالة ارتفاع في الستراتوسفير الذي يفوق 35 كيلومترا بقيم ضغط جوي، هذا التفسير أو العملية تتم نتيجة انخفاض قيم الضغط الجوي، وبالتالي تسود تفاعلات هدم جزيئات الأوزون. المعطى الأخير لتحديد العلاقة بين انخفاض كمية الأوزون الإجمالية الأوزون وتركيز بعض المركبات ذات الأصل الصناعي أو الزراعي، مركبات الأزوت أو الكلور أو البروم في الغلاف الجوي، نقترح الوثيقة الثالثة التي تعطي تطور كمية أحادي أكسيد الكلور والأوزون في الغلاف الجوي القطبي الجنوبي وتأثير أكسيد الكلور على الأوزون. هنا وجب الانتباه إلى أن هنا لدينا تغير تركيز الأوزون وأحادي أكسيد الكلور بدلالة الاتجاه نحو القطبي الجنوبي أو بدلالة خطوط العرض. هنا لدينا خط عرض 60 درجة، خط عرض 65 درجة، خط عرض 70 درجة. حينما نتجه نحو القطبي الجنوبي،
كيف يتغير الأوزون. بالنسبة للوثيقة، الوثيقة يمكن أن تكون قد تطرقتم إليها في الدرس، شبيهة بها الوثيقة تمثل تغير تركيز الأوزون وأحادي أكسيد الكلور بالسنوات، لكن هنا وجب الانتباه إلى أن تغير تركيز الأوزون وأحادي أكسيد الكلور في هذه الوثيقة يتغير حسب خطوط العرض. بكل بساطة الوصف والتحليل هي الأسئلة بالنسبة لي لامتحانات علوم الحياة والأرض. فصيف تغير كميات كل من أكسيد الكلور والأوزون في الغلاف الجوي. بالنسبة لهذه الكميات في البداية حينما نكون في خطوط عرض أقل من 60 درجة، نلاحظ أن تركيز الأوزون يكون مرتفعا وثابتا، أكسيد أكسيد الكلور منخفضا وثابتا. بعد ذلك ماذا يحدث حينما ننتقل من 60 درجة جنوبا في اتجاه 65 درجة جنوبا؟ ينخفض تركيز الأوزون ويرتفع بالمقابل تركيز أحادي أكسيد الكلور. حينما نتجاوز 35 درجة نحو الجنوب في اتجاه 70 درجة تقريبا نحو الجنوب، نلاحظ أن في كمية أحادي أكسيد الكلور تفوق نسبة الأوزون، وبالتالي فالأوزون من طبيعة الحال سينخفض. فالوثيقة الثانية نلاحظ من خلالها أن الكلور الذي يأتينا أو مصدره الأساسي مركبة CFC كلوروفلور كربون، فهي التي تحرر لنا الكلور الذي يتفاعل. إذا هذا الكلور، لاحظوا هنا الكلور سيتفاعل مع الأوزون، هذه ذرة كلور ستتفاعل مع الأوزون ستعطينا ماذا؟ ستعطينا أكسيد الكلور بالإضافة إلى غاز ثنائي الأكسجين. إذا هذا هو الأوزون، سيتفاعل مع الكلور سيعطينا أكسيد الكلور زائد ثنائي الأكسجين. إذا هنا تفاعل لتفكيك الأوزون. هذا الأكسيد الكلور يتفاعل مع ذرة من الأكسجين فيعطينا ثنائي الأكسجين والكلور الذي يندمج في دورة أخرى لتفكيك جزيئات أوزون جديدة. لذلك خطورة الكلور على الأوزون ستراتوسفير سنوضحها من خلال هذه التفاعلات، على اعتبار أن الكلور يتفاعل مع الأوزون ويؤدي إلى تكون أكسيد الكلور. لذلك هنا ارتفاع تركيز أكسيد الكلور ناتج عن تفكيك الأوزون وتحويله إلى أكسيد الكلور بعد تفاعله مع الكلور، والكلور دائما يتم تجديده ليتفاعل من جديد و يعمل على أو يؤثر على جزيئات أوزون جديدة. بالتالي فالعامل الأساسي الذي يدمر طبقة الأوزون هو غاز الكلور. بالنسبة للوصف قلنا عند تجاوز خط العرض 60 درجة جنوبا يلاحظ ارتفاع في تركيز أكسيد الكلور في ستراتوسفير حيث يبلغ أقصاه ويستقر ابتداء من خط حوالي 68 جنوبا، في حين ينخفض تركيز الأوزون في ستراتوسفير ليبلغ أدناه ويستقر ابتداء من خط 67 تقريبا جنوبا. بالتالي فهذه المعطيات تبين على أن هناك ترابط عكسي بين تركيز كل من الأوزون وأكسيد الكلور في ستراتوسفير، حيث يصاحب ارتفاع تركيز الكلور بانخفاض تركيز الأوزون. هنا بالنسبة لخطورة الكلور تتميز أو تتجلى في قدرته على خفض كمية الأوزون في ستراتوسفير، وذلك بتفكيكه عبر التفاعل التالي: الكلور زائد الأوزون يعطينا أكسيد الكلور ثم الأكسجين. قلنا هذا أكسيد الكلور يتفاعل بعد ذلك مع الأكسجين، مع ذرة من الأكسجين، فيعطينا الكلور والأكسجين. هذا الكلور ينطلق ليتفاعل من جديد مع جزيئات أوزون جديدة مساهما في تدميرها. آخر معطى وسؤال،
بهدف التخلص من التدريج من المواد المدمرة لطبقة الأوزون، أوصت اتفاقية كوبنهاغن سنة 1992 بالتخلي الكلي عن مركبات الكلور فليور كربون CFC التي قلنا هي المصدر الأساسي للكلور المدمر للأوزون. تبين الوثيقة الرابعة تغير كمية مركبات CFC في ستراتوسفير في منطقة والون بعد تطبيق الاتفاقية في المناطق التي تتعرض لتفكيك طبقة الأوزون للحد من تأثير مركبات CFC على طاقة الأوزون. قررت معظم البلدان المنتجة والمستخدمة لمركبات CFC التي صادقت على هذه الاتفاقية تسويق بدائل أقل ضررا على الأوزون. بالنسبة للوثيقة الخامسة، تمثل مدة بقاء ثلاث مركبات في الغلاف الجوي وقدرتها على تدمير الأوزون، مركب CFC ومركبان بديلان وهما مركب الهيدروكلوروفليوركربون HCFC والهيدروفليوركربون HFC. سأبدأ بالمعطيات. لدينا اعتمادا على الوثيقتين الرابعة والخامسة سنقوم بتحليلهما ثم سنعطي رأينا فيما يخص فعالية هذه القرارات التي اتخذتها الدول المنتجة لمركبات الكلوروفليور كربون لحماية طبقة الأوزون. أولا، بالنسبة لكمية CFC المطروحة بالطن في سنة 1995 كانت حوالي 450 طن. في سنة 1996 هناك يعني بعد دخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ صارت 420، ثم سنة 1997 صارت 350، إلى أن انتقلنا إلى حوالي 130 طنا سنة 2004. وبالتالي نلاحظ هناك أن هناك انخفاضا في تركيز مركبات CFC في الغلاف الجوي، وهذا سيكون لديه انعكاس إيجابي على طبقة الأوزون. بالنسبة لهذا المركب CFC مدة بقائه تقدر مدة بقائه بسنوات كبيرة جدا، 100 سنة، وقدرته على تدمير الأوزون هي قدرة كبيرة مقارنة بباقي المركبين اللذين اقترحا كبديلين لمركب CFC. بالتالي فمدة بقائهما المركبين البديلين مدة بقائهما منخفضة مقارنة بCFC، كما أن قدرتهما المدمرة أو المؤثرة على الأوزون فهي منخفضة ومنعدمة بالنسبة لـ HCF. لذلك فإن هذه الإجراءات هي إجراءات التي اتخذتها هذه الدول، فهي إجراءات يمكن تثمينها ويمكن أن تعتبر إجراءات فعالة ستساهم بدون شك في الحد من تفكيك طبقة الأوزون وتدميرها. إذا إلى هنا أكون قد أنهينا تصحيح الامتحان. أتمنى لكم التوفيق في انتظار فيديوهات أخرى.